إذن ما واجبنا نحو آيات الصفات وأحاديث الصفات؟ انتبهوا لهذا السؤال. ما واجبنا؟ واجبنا أن نسلك ما سلكه أسلافنا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فنمرها كما جاءت بلا كيد، كما تواترت هذه الكلمة عن السلف، نمرها كما جاءت، يعني بلا معنى أو بمعنى. نعم، بمعنى ولا بلا المعنى؟ بمعنى. بلا كيف ما نكيف، وبلا تمثيل ولا نمثل؟ لا نمثل، لا نمثل، لأن الله يقول ليس كمثل شيء. فنحن نمرها على أنها ألفاظ ذات معدلول معنوي، ونؤمن بما دلت عليه من المعنى، لكن يجب أن نتبرأ من التمثيل وأن نتبرأ من التكييف، وبهذا نسلم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.